النهارده هنتكلم عن الخيانه، بس مش هتكلم عن الخيانه نفسها، احنا اتكلمنا عن الخيانه الزوجيه قبل كده. النهارده انا هتكلم عن رد فعل الست لما جوزها يعرف واحده تانية. اولا الست كده عندها حاسه سادسه، شعور خاص كده، قرون استشعار عندنا كده، بنحس على طول اول ما يحصل ان حاجه غلط يعني. وكمان احنا فاهمين بعض، يعني انا لما تيجي واحده تسلم على جوزي يعني من الهاي، من وهي بتقول اسمه هعرف اذا كانت هي قصدها حاجه ولا مش قصدها حاجه. احنا دي حاجه احنا بنحسها كستات، يمكن الرجاله ما تاخدش بالها منهم بس احنا بنحسها قوي. رد فعل الست هيكون ايه لو اكتشفت ان جوزها بيخونها؟ طبعا هو بيختلف من واحده للتانيه، في واحده صداميه جدا تقول لك لا انا هبهدل الدنيا، ده انا هكلمها وهتخانق معاها وهجيبها من شعرها وانا ما سيبهولهاش ومش هسيب جوزي وما خربش بيتي. يعني في ستات بتولي البيت وانها ما تخربش بيتها عن كرامتها. في ستات تانيه كرامتها بتوجعها قوي، بمعنى انه هي بتلتزم الصمت، ما تكلمش الست التانية خالص ولا تحاول تقرب منها بأي شكل من الأشكال، وبتشوف إن دي حاجة ممكن تجرح كرامتها. الفكرة بقى هنا هو صح إيه؟ أنتوا عارفين اللي يوجع قوي لو راجل مثلا هو عينه زيغة، ده الطبيعي بتاعه إنه أنا كل شوية بشوفه في حتة وكل شوية حد يجي يقولي خبر، بتوجع مرة والتانية والتالتة وبعد كده خلاص ما بطلت وجع. اللي بتوجع قوي ان يكون في حب والراجل عمره ما خانك ومفيش مشاكل بينكم خالص، وفجأة تحسي ان هو متغير معاكي فتحسي انه ممكن يكون في علاقة تانية، دي بتوجع قوي. يعني ما بيوجعش الست لو عرفت ان جوزها ممكن يكون في علاقة طياري او نزوة، اكيد كرامتها بتوجعها، بس اللي بيوجع اكتر وبيقهر الست انها تحس ان جوزها بيحب واحدة تانية.